احنا النهارده اللي وقعناه ده جزء من محفظه يعني تعاون كبير مش بس مع الدول الاوروبيه، ولكن احنا في تعاون كبير بين مصر والمؤسسات الدوليه زي البنك الدولي، زي النقل، زي بنك افريقيا التنميه، زي البنك الاوروبي لعدم التعمير. في جزء على المستوى اللي هو ثنائي منهم الاتحاد الاوروبي. فاحنا بالطبيعي كل المشاريع اللي حضرتك والبرامج اللي انت اشرت اليها بالفعل لو دخلت على الويب سايت بتاع الوزاره هتلاقي في او بتعاون مع جهات كتيره مختلفه ومنها الاتحاد الاوروبي، اللي دي من اولوياتنا لانها كلها بنتكلم على تنميه شامله مستدامه، بنتكلم على بنيه تحتيه، بنتكلم على ان احنا يكون مناطق صناعيه مجهزه لجذب الاستثمارات والمصنعين والمصدرين بطبيعه الحال. وطبيعي ان العلاقه مشتركه استراتيجيه بين اوروبا مش متوقفه بس على المشاريع التنمويه، ولكن طبعا التجاره والاستثمارات بطبيعه الحال. واحنا حريصين ان احنا يعني ضمن الحاجات اللي لقيناها في الاجتماع النهارده صباحا هي ازاي ان احنا نقوي وندعم الشراكه بين جمهوريه مصر العربيه والاتحاد الاوروبي في الفتره القادمه باذن الله، ونكون ان احنا ركزنا على اولويات البرنامج واولويات اللي هو المواطن المصري ان شاء الله. مبتدا.com